الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. باب الملحق بتدهرج وخمسة منها لملحق تدهرج. شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال وخمسة منها من ماذا؟ 35 من 35 لملحق تدحرج. تكلم أولا على دحرج ثم تكلم على ملحق دحرج صح؟ ثم تكلم على مزيد دحرج والآن يتكلم على ملحق تدحرج وقدمه على ملحق حرنجمة لأن ملحق تدحرج أكثر من ملحق حرنجمة فبدأ بالكثير ثم سيأتي بالكلام على قليل. هذا هو علة بدئه بماذا؟ بملحقات تدحرج لأنها أكثر كلاما وأوسع من الكلام على ماذا؟ على ملحقي حرنجمة. قال المؤلف الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعلل. وبدأ بالباب الأول تفعلل لأن الزائد فيه من جنس الأصول من جنس الكلمة جلبب باء تكررت الباء وما كان الزائد فيه من جنس الأصول يكون مقدما على ما ليس من جنس أصول الكلمة. ولماذا لم يدغم باء جلبب؟ قلنا لأنه لو أدغم لفات ماذا؟ الإلحاق. لأن الإدغام والإعلال في غير الأخير لا يجامع الإلحاق. الإدغام لا يجامع الإلحاق. فهمتم هذا؟ جلبب معناه لبس ماذا؟ الجلباب. موزونه تجلبب يتجلبب تجلبب. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه للازم. بناؤه للازم. أننا قلنا على أن القاعدة أن المتعدي إذا أردت أن إذا أردت أن تلزمه بنيته على ماذا؟ على التفعل. واللازم إذا أردت كذلك اللازم إذا أردت أن تعديه مثلا كرم تقول أكرم إكراما مثلا. فقد تنقل المتعدي إلى اللازم واللازم إلى المتعدي للانفعال والافتعال والتفاعل أيضا. مثاله نحو تجلبب زيد. الباب الثاني تفعل يتفعل تفعل تفوعل يتفوعل تفوعل. أيوه هنا أتى بالباب الثاني وقدمه على الثالث وما بعده لأن الزائد فيه الواو والواو أقوى. ولما كان الواو أقوى قدمها قدم ما فيه ما هي فيه على ما ليست فيه لقوتها. ولأن أيضا من أنها في الأول أيضا في الأوائل من الزائد في الأوائل هذا شيء. ولكثرة الاستعمال أيضا ولكثرة الاستعمال. نعم. موزونه تجورب يتجورب تجورب. أيوة بمعنى لبس الجورب. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين. وبناؤه للازم. للازم معناه اللازم غير متعدي. واللي يسمى اللازم يسمى ماذا؟ القاصر. يسمى غير متعدي يسمى غير واقع يسمى غير مجاوز كما تقدمت معكم. مثاله نحو تجورب زيد إذا لبس الجورب. نعم. الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعل. هذا أتى به لأن الزيادة في أوله ولأنه أيضا أكثر استعمالا مما بعده أكثر استعمالا من الذي بعده فلهذا قدمه. نعم. موزونه تشيطن يتشيطن تشيطن. أصله من شطن وتشيطن إما أن يكون من شطن إذا من الشطن إما أن يكون اشتقاق الشيطان من الشطن وهو بفتحتين وهو الحبل المديد أو من الشطون وهو البعد أو من الشيط وهو الهلاك أو من شاطئ إذا احترق. هذه كلها مناسبة للشيطان فهو طويل الآمال وكذلك هو بعيد عن الله تبارك وتعالى وكذلك هو هالك مهلك وكذلك هو من نار
يحرقه الله عز وجل. نعم. موزونه تشيطنا تشيطن تشيطنا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين. نعم هذا. وبناؤه للازم. مثاله نحو تشيطن زيد إذا فعل فعلا مكروها. أي فعل فعلا مكروها. تشيطن زيد فعل فعلا مكروها. نعم. الباب الرابع تفعولا يتفعولوا تفعولا. أيوة هنا تأخر تفعولا مع أن الباب فيه وهو قوية لتأخر الزيادة، بينما الأبواب الأولى كانت الزيادة فيها متقدمة. نعم. موزونه ترهوك يترهوك ترهوك. أصل رهوك أصله رهوك، وترهوك معنى تبختر، وترهوك يترهوك ترهوك هو تبختر، وهو قبيح ومذموم من الصفات المذمومة. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام. وبناؤه للازم. نعم. مثاله نحو ترهوك زيد إذا طرب إذا تكبر في المشي. الباب الخامس تفعل يتفعل تفعليا. أي تفعل يتفعل تفعليا، ولم يقول تفعلوا لأنه لم يضم اللام، فإنه لو ضم اللام لأدى إلى انقلاب الياء واو، فحفاظا على عدم انقلاب الياء واو أتى بالكسر فقال تفعليا. وأصله سلق وتسلق، سلقه فتسلق معنى سلقه بالكلام آذاه فتسلق أي فتأذى، ومنه قول الله تبارك وتعالى سلقوكم بألسنة حداد، ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، ومنه قول امرئ القيس أيضا تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقدي وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي ولو عن نثى غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد، جرح اللسان كجرح اليد، هذا نعم كجرح اليد. نعم. يقولون أن اللسان صغير جرمه عظيم جرمه، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فيك انطوى العالم الأكبر. موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره. وبناؤه للازم. مثاله نحو تسلق زيد أينما على قفاه. وأيضا تسلق سلقه بالكلام فتسلق أي آذاه فتأذى. فائدة اعلم. قاعدة ولا فائدة قائلنا؟ فائدة. فائدة الفائدة مأخوذة كل ما استفيد من عدل أو مال، وثاني واصطلاحا المصلحة المترتبة على ذلك، المصلحة المترتبة على ذلك. والفائدة قيل أنها مشتقة من الفؤاد لأن الفؤاد يميل إليها، ولهذا قال بعضهم من الفؤاد اشتقت الفائدة والناس يا صاحب ذا شاهد، من الفؤاد اشتقت الفائدة والناس يا صاحب ذا شاهد. اعلم أن حقيقة الإلحاق، اعلم كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، اعلموا أنما الحياة الدنيا. نعم. ولم يقل اعرف ولم يقل اقرأ ولم يقل فهم لأمور قد بيناها في أول درس. صح؟ اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات، في هذه الملحقات ملحقات تدحرج، إنما تكون بزيادة غير التاء، زيادة غير التاء كالواوي والباء والياء. مثلا إيه؟ الإلحاق في تجلب باء إنما هو بتكرار الباء، بتكرار الباء ولم يدغمها، لأن الإدغام يذهب الإلحاق، لأن الإدغام يذهب الإلحاق. نعم. والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدهرج. نعم. والمطاوعة ليس فيها إلحاق، ولا يشترط في المطاوع أن يتقدمه مطاوع، قد يأتي مطاوع بلا مطاوع، يكون مقدرا، يكون المطاوع مقدرا.
والتاء إنما دخلت بمعنى المطاوعة كما كانت في تدهرج لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة أيوة لا يكون إلحاق في أول الكلمة بل في وسطها أو في آخرها بل في وسطها وآخرها على ما صرها به في شرح المفصل أي في وسطها الوسط هنا بالتحريك هو الذي ليس مقسم الأجزاء ما لا يصلح بين أجزائه بين وما كان ساكنا فما صح أن يقع في أجزائه بين فهو ماذا وسط جلست وسط القوم وضعته وسط الكتاب مثلا فهكذا الفرق بين وسط ووسط وقد سألوا أبا السعود ما الفرق بين وسط ووسط فقال المتحرك ساكن والساكن متحرك فقال المتحرك ساكن والساكن متحرك على ما صرح به في شرح المفصل المفصل هو لمن؟ الزمخشري شرحه لابن يعيش شرح المفصل لابن يعيش في مجلدين كبار ولا أدري كم هو الآن ملحق إن شاء الله غدا نلحقه النظم يجب؟ بعته؟ إيه. بقي النظم بقي النظم لهذا ولهذا الدرس الذي قد قرأناه وينبغي أن يقال فيه وخمسة قد لحق التدحرج تفاعل للأول أما الثاني جاء مثل تجورب على تفاعل ثم تفعل كذا تفعل وخامس جاء على تفعل وكلها لزومه تجلى حقيقة الإلحاق فيما ألحق بزيد غير التاء فيما ألحق وليس للإلحاق من مآثر في أول بل وسط وآخر وليس للإلحاق من مآثر في أول بل وسط وآخر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.